وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو بتاع النهارده فيديو مهم جدا، اذا ما كانش اهم فيديو هينزل قبل بدايه 2022 وممكن يكمل معانا كمان للربع الاول، وهو فيديو افضل موبايل موجود في الفئه المتوسطه العليا حاليا. الفئه دي مليانه منافسين، مليانه موبايلات، ولكن معظمها زحمه كدابه على الفاضي. يعني لو جينا بصينا للفئه المتوسطه العليا او تحت ال 10000 جنيه، وهو تحت 10000 جنيه مازال فئه متوسطه في الوقت الحالي وبالظروف اللي العالم موجود فيها دلوقتي. تحت 10000 جنيه هتلاقي موبايلات زي الاونر 50، ريلمي جي تي، الشاومي 11T، وعندك السامسونج جالكسي A52S، كلها موبايلات ممتازه. وكمان عندك موبايلات تعتبر قديمه شويه ولكن مازالت بتنافس في الفئه دي، وحاجه زي البوكو اف 3. الموبايلات دي كلها موجودة تحت 10000 جنيه، بتقدم تجربة ممتازة ليها محبينها وليها نقاط قوتها. ولكن تعالوا واحدة واحدة نبص. الريلمي جي تي يعني مش اكتر موبايل متكامل، ينقصه بعض الحاجات كده، ولسه هنشوف المراجعة بتاعته قريب وهنتكلم عنه بالتفصيل. الاونر 50 موبايل ممتاز ولكن ما زال برضو في بعض الخصوص. تعالوا نركز او نضيق الدايرة كده على موبايلين ثلاثة. هنيجي نبص على الشاومي 11T ونبص على السامسونج جالكسي A52S. قبل ما نتكلم وقبل ما نتعمق ونخش في تفاصيل، لان الفيديو ده حرفيا متعب ومهلك كده ومحتاج منك شوية تفكير، فكوباية قهوة او كوباية شاي كده، فانزل من تحت الفيديو تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، وطبعا تشترك في الجيف اواي على جهازين ايفون 13، هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن وموجود في الكومنت المثبت. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. قبل ما نبدا ونقول ايه نقاط القوه ونقاط الضعف، عايز اقول لكم ليه الشاومي 11T، ليه ما نبصش البوكو اف 3 مع انه ارخص منه بفرق كويس وبيقدم مواصفات ممتازه. بيجي بمعالج كوالكوم ستاب دراجون 870 اللي هو قوي جدا وبيقدم تجربه وتوليفه نوعا ما كويسه. ولكن تعالوا نبص بعين او نبص بنظره حد جرب الموبايلات دي كلها، او لو حد جرب الموبايلات دي هيبقى متفق معايا اكيد في اللي انا بقوله. اول حاجه المعالج الدايمنس 1200 على ارض الواقع اقوى من ال 870. حد يقول لي ازاي ومش عارف ايه، هو الدايمنس 1200 اقوى من ال 865 اللي بدوره هو تقريبا نفس ال 870 ولكن مع رفع في قدره المعالج او في تردد الانويه، ومش هنتطرق لمواضيع جانبيه. تاني حاجة الكاميرات، الكاميرات افضل، يعني هي مش جامدة قوي في ال 11T ولكن هي افضل من البوكو اف 3 نقطة كمان. تالت حاجة الموبايل نوعا ما بيقدم تجربة افضل بشكل كبير جدا في الالعاب وفي التتقيل على الموبايل، لان درجة الحرارة بتاعته اقل، وده لان التقنية بتاعته او يعني دقة التصنيع بتاعته بالنانوميتر اعلى من دقة الكوالكوم ستاب دراجون 870. فدي كلها حاجات تاخدها بعين الاعتبار، ولان ال 1200 هو الفلاج شيب بتاع ميديا تيك الدايمينستي. فنوعا ما اجمالا انا شايف الشاومي 11T افضل. فنركن بقى السؤال الازلي اللي ده، البوكو اف 3 ولا الشاومي 11T؟ لا، الشاومي 11T لو انت معاك فلوس الشاومي 11T. نيجي بقى للنقطه المهمه بعد تدقيق الاختيارات، الشاومي 11T ولا سامسونج A52S؟ تعالوا نروح لاول حاجه تجربه اداء عشان نقطع النقطه دي كده ونقطع الشك باليقين ونخلص من النقطه دي. عندك الدايمنستي 1200 المعالج القوي جدا اللي بيقدم تجربه العاب ممتازه واللي حرارته تقريبا تكاد تكون مش موجوده واللي يعني اعتمادي بشكل كبير. عندك على الناحيه الثانيه، وده اللي موجود في الشاومي 11T، الناحيه الثانيه عندك السامسونج A52S اللي بيجي بمعالج الفئه المتوسطه الواعد الجديد 778G. المعالج ده هو نفس الموجود في السامسونج جالكسي A52S، الاونر 50، عندك نفس الموجود في الريلمي جي تي، ونفس الموجود في الشاومي 11 لايت 5G ان اي. المعالج ده هو معالج ممتاز اعتمادي قوي جدا، هو خليفه معالج ال 732G اللي موجود في المتوسطه واللي موجود بشكل يعني بص اي موبايل هتلاقي فيه معالج من فئه 730 32 20G كلهم نفس الموضوع، ولكن هو اقوى بفرق ملحوظ. فيعني لو جينا بصينا طبعا الدايمنسي 1200 اقوى، لو انت واحد بتدور على العاب، بتدور على حراره اقل، بتدور على تجربه شموليه اكتر من حيث تجربه الجيمنج التقيل، فهتروح اكتر لل 1200 الدايمنستي. ولكن لو انت واحد مش فارق معاك النقطه دي وعايز موبايل تلعب عليه، عايز موبايل للاستخدام العام، سوشيال ميديا، تصفح، تنقل، الكلام ده كله، فال 778 هيفي معاك بالغرض. انا ما بقولش ال 778 مقارب او شبه او قوي او اقوى او ينافس الدايمنستي 1200، ولكن بقول ده ليه حد وده ليه حد، ولكن اجمالا 1200 اقوى، ولكن ده ما يضعفش
778. بالنسبه بقى للتصميم والخامات والحاجات الشكليه دي فكلها اراء شخصيه، ولكن ال11 تي بي بتصميم بريميوم اكتر، خاماته بريميوم، ظهر الازاز المصنفر، يعني شكل عام كده انا بالنسبه لي عاجبني ال11 تي، ولكن بعد وضع الجرابات وبعد انتهاء البهرجه اللي بتحصل من كل الموبايلات، يعني الموبايلين هيبقوا زي، مش هيفرق معاك في حاجه، لا يفرق معاك بس الوزن، وزن ال11 تي اتقل من السامسونج جالاكسي 52 اس، ال52 اس 190 جرام، اما ال11 تي 203 جرام، والاثنين هتتقبلهم على المدى الطويل، ولكن الارفع في السمك حتى والافضل والاريح في المسكه، وده بعد تجربه ال52 اس 5 جي. عندك برضو نقطه كمان تصميميه بيتفوق فيها ال52 اس 5 جي، وهو مقاوم للميه والغبار، مقاوم للميه والغبار بمعيار اي بي 67. معنى كده ان هو لو الدنيا مطرت عليه، لو وقع منك في حوض ميه، لو توضيته الموبايل اتبهدل جنبك بالميه، لو اي حاجه حصلت انت اتغرقت وقع منك في اي حته، الموبايل مازال مقاوم للميه والغبار، تقدر تنشفه وتستخدمه عادي جدا. ولكن الشاومي 11 تي مقاوم لرذاذ الماء بمعيار اي بي 53، يعني مش مقاوم للميه، فدي نقطه القوه للسامسونج جالاكسي 52 اس. نروح لنقطه الشاشه واللي الموبايلين بيقدموا فيها تجربه ممتازه جدا. شاومي 11 تي بيجي بشاشه من نوع امليد، بتيجي بريفرش ريت 120 هرتز، بتدعم لحد مليار لون 1 بليون كلر، وبتدعم اتش دي ار 10 بلس، وسطوعها بيوصل ل 800 نتس، يعني شاشه ممتازه لابعد الحدود. عندك على الناحيه الثانيه ال 52 اس بيجي بشاشه من نوع سوبر امليد، دي سامسونج طبعا هتحط افضل شاشه عندها، وبرده سطوع 800 نتس وبتدعم 120 هرتز، ويعني حبيش وتفاصيل ومش عارف ايه كده، الوان ال 52 اس هتكون احلى، ولكن الموبايلين بيقدموا تجربه شاشه ممتازه جدا يعتمد عليها تحت اشعه الشمس وفي الاستخدام العام. حاجه كمان في نقطه الشاشه، يعني شاومي في ال 11 تي تخلت عن حوار البصمه اللي تحت الشاشه، وحطت البصمه في زرار باور، وده بالنسبه لي اريح بكتير جدا عن اللي سامسونج عاملاه، هي حاطه لك بصمه تحت الشاشه ولكن بصمه اوبتيكال ومش اقوى حاجه. احنا عارفين البصمات في سلسله الاي مش اجمد حاجه، هي قويه وما بتغلطش، ولكن مش اسرع بصمه تعتمد عليها، فلازم تبقى عارف النقطه دي. فال11 تي بصمه في زرار البار، ال52 اس بصمه تحت الشاشه ولكن مش اسرع حاجه. بالنسبه لنقطه السوفت وير بقى، ودي نقطه بقى جدليه، يعني كل موبايل رايح في حته. الشاومي 11 تي بيجي بسوفت وير شاومي مي اي 12.5 على اندرويد 11، على الناحيه الثانيه ال52 اس 5 جي بيجي بواجهه سامسونج الوان يو اي 3.1 على اندرويد 11، ويوصل له تحديث اندرويد 12 قريب جدا، ولكن يعني مش هنقدر ان احنا نخالف القلب والعقل الصراحه. سامسونج في واجهتها 3.1 الوان يو اي قدرت ان هي تقدم تجربه مستقره لابعد الحدود بدون مشاكل تذكر، موبايل يعتمد عليه بشكل رهيب لابعد الحدود، ومشاكل قليله جدا تكاد تكون معدومه. ما عندكش بقى مشكله سنسور، مشكله مش عارف ايه، مميزات كتير قوي في السيستم، الدنيا كلها ماشيه زي الفل. شاومي حتى الان في ال11 تي مازال السوفت وير مستقر، ولكن يعني انا ما بضمنش السوفت وير بتاعهم الصراحه، يعني هو حتى الان مستقر ما قابلتنيش فيه مشاكل، ولكن يعني بوجه عام مع الراحة، ويعني حتى تطبيق الاتصال اللي هو بتاع سامسونج نفسه اللي بيدعم تسجيل المكالمات، الحاجات دي كلها، ومشكلة السنسور بتاع المكالمات اللي حتى الآن ما اتحلتش في كل موبايلات شاومي، ومش لازم في كل ريفيو أقول لك مشكلة السنسور لأن هي موجودة وهتفضل موجودة لحد فترة قريبة، فمش لازم كل فيديو أقول لك شاومي عندها مشكلة في السنسور، يعني مش لازم تحنيك يا جدعان، ومش لازم أنا أطلع من نفسي محنك، فمشكلة السنسور ما زالت موجودة وهتفضل موجودة ودايما بنقولها. فلو أنت عايز سوفت وير مستقر جدا ومش فارق معاك الميو اي بالمميزات الكتير قوي الموجوده فيها، ويعني حابب ان انت تريح دماغك من اول مره لحد يعني اول ما تطلع موبايل من العلبه لحد ما تفكر تبيعه او تغيره، فخليك مع ال 52 اس. انت حابب بقى ان انت تفرج بقى وما عندكش مشكله، وانت محب وفانش جدا لشاومي ومتصالح مع نفسك ومع ذاتك، فالشاومي 11 تي برضو بيقدم تجربه سوفت وير ممتازه. بالنسبه للنسخ والمساحه، فسعر النسختين الاثنين 56 و8 جيجا بايت رام متقاربين جدا، يعني الاثنين تحت ال 8000 جنيه، فدي حاجه تحسب ليهم. وخد بالك ان الشاومي 11 تي ما بيدعمش تركيب ذاكره، فيفضل انت تجيب اعلى نسخه، ولكن السامسونج 52 اس بيدعم تركيب ذاكره برضو مع اعلى واقل نسخه من حيث المساحه. نروح بقى لنقطه البطاريه اللي فيها اختلاف ملحوظ شويه. شاومي 11 تي بي بطاريه بسعه 5000 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقدره 67 واط، ودي حاجه ممتازه جدا تميز الموبايل. على الجانب الاخر عندك السامسونج جالاكسي 52 اس 5 جي بي ببطاريه 4500 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقدره 25 واط، ولكن الشحن السريع مش موجود في العلبه، الشحن موجود في العلبه 15 واط بس، فهتضطر ان انت تشتري شاحن سامسونج ال 25 واط، دي حاجه رخمه شويه، ممكن بعض الناس ما يفرقش معاهم الموضوع، ولكن لو انت مستخدم عايز بقى اللي هو تاخد مواصفات او بطاريه عملاقه مع شحن ممتاز، يعني روح لل11 تي، مش فارق معاك النقطه دي، ممكن تدفع 250 جنيه زياده وتجيب الشاحن 25 واط،
روح للسامسونج A52S. ما انا اتكلم هنا في نقطه البطاريه. بالنسبه للكماليات فالموبايلين بيدوا لك كل الكماليات اللي انت محتاجها. الموبايلين فيهم سماعات ستيريو، الموبايلين بيجوا بدعم الكل سنسورز اللي انت محتاجها، ولكن الشاومي 11 تي بيتفوق في ان هو في اي ار بلاستر ولكن ما فيهوش 3.5 ملم اي ار بلاستر عشان تستخدم الموبايل كريموت. على الجانب الاخر السامسونج ما بتحطش اصلا اي ار بلاستر ولكن عندها 3.5 ملم. لازم تاخد بالك من النقطه دي، يعني شاومي هتضطر تستخدم سماعات يا اما يو اس بي سي سلكيه يا اما تستخدم سماعات وايرلس طول ما الموبايل موجود معاك وبتستخدمه. اما سامسونج فممكن تستخدم سماعات سلكيه عاديه جدا اللي هي 3.5 ملم اللي موجوده في كل حته في الدنيا، وفي سماعات سلكيه اصلا موجوده في العلبه. ونروح بقى للنقطه الجدليه في الموبايلين وهي الكاميرات. الشاومي بيجي بالارقام بقى الفلكيه، الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميجا بكسل. على الجانب الاخر عندك سامسونج A52S 5G بيجي بالكاميرا الاساسيه 64 ميجا بكسل، وكاميرا الترا وايد 12 ميجا بكسل، وكاميرتين تانيين واحده كل واحده 5 ميجا بكسل، واحده للدبس وواحده لتصوير الماكرو. سيبك من كل الكاميرات، نركز مع الكاميرا الاساسيه. كارقام على ورق انت بتتوقع تفوق شاومي بالكاميرا 108 ميجا بكسل تصوير 4K مع تثبيت EIS لحد 30 فريم، والكاميرا الاماميه اللي هي مش اقوى حاجه 16 ميجا بكسل برضو بتصور 1080 لحد 30 فريم. لكن على ارض الواقع وفي الحقيقه يعني مع التجربه الفعليه، يعني سامسونج لبست شاومي في حيطه. بعيدا عن ارقام الميجا بكسلز مش كل حاجه، فسامسونج بتطلع معالجه محترمه جدا، الوان واقعيه، سكين تون مذهل، وده اللي شفناه مع ال 52 وبعد كده شفناه مع ال 52S. ضيف على ده كمان عندك نقطه زي ان هو في تثبيت حقيقي العدسات، تثبيت بصري او اي اس مع تثبيت الاي اي اس، بيطلع لك تجربه ممتازه جدا في تصوير ال 4K 30 فريم. وعندك الكاميرا الاماميه ال 32 ميجا بكسل اللي فيها العدسه 2.2 اللي بتقدر تصور اتش دي ار وبتصور كمان 4K 30 فريم في الثانيه، يعني دي حاجه جامده جدا. موبايل كل كاميراته بتصور 4K الاماميه والخلفيه، فدي حاجه تحسب بشكل كبير جدا للـ A52S. فلو انت واحد عايز يعني هتعتمد على الموبايل في التصوير، الـ A52S موبايل يعتمد عليه بشكل كبير جدا. فانت كواحد قاعد بتكمل الفيديو لحد النقطه دي اكيد دماغك سهل، اكيد لا عشان ما جبتش كوبايه قهوه او شاي من الاول. يعني انا قلت لك الفيديو تقيل جدا، يعني انا دلوقتي اعمل ايه كمستخدم؟ انا نفسي توت من الفيديو. لو انت مستخدم بتدور على ارقام ومحب لشاومي ويعني انت فان جدا لسوفت وير شاومي ومميزاته وحابب انك تاخد التجربه مع الدايمنس 1200 اللي ما بيطلعش حراره وما بيسخنش بالشكل المهول اللي احنا بنشوف عليه معالجات كوالكوم سناب دراجون الفتره الاخيره، وعايز موبايل للجيمنج وعايز موبايل يعمر معاك شويه حلوين، فالشاومي 11 تي هو الموبايل ده. لو انت عايز موبايل اعتمادي، موبايل صور بصور جميله، صور 4K بكل الكاميرات، في كل المواصفات اللي انت محتاجها وما عندكش مشكله مع الشاحن البطيء، ممكن تشيله شاحن اسرع، وعايز بقى التوليفه المستقره جدا بتاعت سامسونج مع معالج 778، فعندك السامسونج A52S اختيار ممتاز جدا في 7000 جنيه ل 8000 جنيه. دي كانت كل حاجه فيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم، فيديو مهلك جدا ومتعب جدا، فانزل تحت الفيديو لو استفدت اعمل لايك للفيديو ده واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، ولو لسه ما شاركتش في الجيف اشترك فيها. فحابب اعرف رايك، هل انت بتفضل الارقام والمواصفات الرهيبه جدا وانك تاخد تجربه مع مواصفات ممتازه تعتبر الافضل اذا ما كانتش هي الافضل اصلا في الفئه السعريه بتاعتها، ولا بتحب التجربه المستقره وسوفت وير سامسونج والاعتماديه المهوله جدا اللي بتديها لك والاستقراريه الرهيبه على المدى الطويل؟ يعني حابب اعرف كل ده منكم في الكومنتس. وبس كده، كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.